وحول هذه الزيارة أيضا معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي إبراهيم النهام. سيد إبراهيم، يعني لا شك ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من ثوابت ورؤى مشتركة تجاه مختلف القضايا العربية والدولية. يعني أنت كمحلل كيف ترى اتساق هذا التطابق في الرؤى مع ما يجمع البلدين من علاقة قوية وتاريخية؟ شكرا أخي العزيز. في واقع الأمر أن العلاقات البحرينية السعودية هي علاقات تاريخية، علاقات متجذرة وقديمة ومتسارعة، ويضرب بها المثل على فترات المختلفة من الحقب التاريخية لحكم آل سعود المملكة العربية السعودية وآل خليفة البحرين. كانت دائما بيوت الحكم تحرص في كلا البلدين الشقيقين على أن تدفع بالعلاقات هذه إلى أن تستمر إلى الأمام، إلى أن تكون استثنائية، إلى أن تكون مميزة. وعلى ذلك أيضا كان هناك تتويج لهذه العلاقات في العام 1986 في عهد المغفور الملك فهد بن عبد العزيز، حين تم إنشاء جسر الملك فهد، والذي كان بوابة اقتصادية أساسية فتحت الأسواق السعودية على نظيرتها البحرينية والعكس، وساعدت أيضا في تنمية الكثير من المصالح الاقتصادية والعسكرية والأمنية بين البلدين الشقيقين. العلاقات تربط البحرين والسعودية ليست مجرد علاقات يعني دولتين يرتبطان بقرب جغرافي، وإنما هي علاقات تقوم على الود وعلى المودة ووسائل القربة ووشائج القربة كذلك، وصلة الدم والنسب والمصاهرة. نعم سيد إبراهيم، يعني المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية في الوقوف مع البحرين إزاء التحديات التي واجهتها لا شك هي كثيرة ومعروفة. أنت كصحفي بحريني كيف تقرأ أثرها في نفوس المواطنين وما يكنونه من مشاعر للقيادة والشعب السعودي؟ أخي الكريم، الشعب البحريني فردا يكون كل الإكبار والتقدير للمملكة العربية السعودية وللقيادة السعودية، ونحن نرى المملكة العربية السعودية والبيت الحكم السعودي هو خط أحمر تماما كما هو الحال في البحرين. نحن رأينا في عام 2011 حين اتهمت الخطوف البحرين وتكالبت الذئاب على البلد والمؤامرات الإقليمية والدولية الدسيسة، وكيف أن السعودية فزعت البحرين إسوة بقية دول الخليج الأخرى التي تنضوي تحت مظلة درع الجزيرة، وكيف جاءت يحافل قوات درع الجزيرة عبد العزيز الملك فهد في مشاهد تاريخية لن ينساها الشعب البحريني لأجيال كثيرة قادمة. السعودية يا أخي الكريم هي بلد خير، والسعودية لم تكن أبدا دولة تتدخل في شؤون الدول الأخرى. السعودية دائما السياسة السعودية الخارجية سياسة يعني بناءة. السعودية دائما تغيث الدول، ودائما السعودية ينظر إليها دائما في الأزمات الدولية خصوصا على مستوى العالمين العربي الإسلامي، أينما تقع مشكلة أو أزمة أو كارثة في بلد إسلامي وعربي كل الأنظار تتجه للمملكة العربية السعودية، تتجه لبيت الحكم في الرياض، لأن القول الفيصل في نهاية المطاف هو للمملكة العربية السعودية. السعودية أكثر دولة عربية إسلامية تخصص الموازنات العملاقة لدول العربية الإسلامية للأعمال الإغاثية ولبناء البنى التحتية ولبناء وتوفير المساعدات. رأينا في آخر مرة في الأردن الأزمة اللي حدثت في الأردن كيف أن السعودية فزعت، وكان في اجتماع مع الملك الأردني في جدة إضافة طبعا لحكام دولتي الكويت والإمارات. ورأينا كذلك في التمويل المالي الأخير الذي دعم البحرين بـ10 مليار، السعودية كانت في صدارة الدول التي قدمت التمويل بشكل مباشر يعني.